من جهته صندوق واو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يوفر فرصا للتأمين الفلاحي أو للفلاحين والتجار والحرفيين ببشار، مسطرا جملة من الإجراءات لصالحهم. نوال بن طوبة تابعت الموضوع. إجراءات تحفيزية واستثنائية بادرت بها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء لتمكين أصحاب المهن من تجار وحرفيين وفلاحين على وجه الخصوص لتسوية وضعية مستحقاتهم تجاه الصندوق، مع الإعفاء الكلي للزيادات وعقوبات التأخير، إلى جانب تسهيلات أخرى في الحصول على بطاقة الشفاء. تسديد الديون عن طريق جدول الدفع بالتقسيط، الإعفاء من الكلي من زيادات وغرامة التأخير، وتقديم بطاقة الإلكترونية الشفاء والحصول على التقاعد مستقبلا. عون الصندوق يكون في مكان تواجد الفلاح ويدير له التسجيل في مكان تواجده بملف بسيط، نسخة من بطاقة الفلاح وشهادة ميلاد. إجراءات ورغم بدء العمل بها منذ تاريخ 23 جويلية 2015، ورغم عمليات التحسيس وبعد اقترابنا من بعض الفلاحين لمسنا عدم درايتهم بهذه الإجراءات، وآخرون استحسنوا ذلك. عندي سمك. وش كي زرع فيهم؟ كنا زارعين الزرع. عندنا الزيتون منهي، عندنا النخل. ما استفدتيش من كارت شفا؟ احنا دفعناه هاد اليومات، انا مشات لي وراه يعاودوها لي. هي مليحه الحق مليحه. واه نروح ما نروح ندير لا انت تقاعد ولا حتى حاجه. واه راه ما نخدمو غير حتى نخدم حتى نموت وخلاص. سمعت هذا ولا ما سمعتش به؟ راني سمعت بصح ما فهمتش. هذا ويسعى الصندوق ببشار إلى فتح مكاتب جوارية عبر بلديات الولاية وبالتنسيق مع مصالح الفلاحة للتقرب أكثر من الفلاحين وتمكينهم من فرصة تسوية وضعيتهم المحددة إلى غاية 31 مارس 2016، وبالتالي الاستفادة من هذه الإجراءات.